لا هو الحقيقة الدور ما فيهوش أي صعوبة خالص، بالعكس الدور سلس وبسيط وقريب من القلب، وفي شبه مننا كلنا، الست العاطفية اللي طول الوقت بيضحك عليها بالكلام الحلو، اللي عايزة تسمع طول الوقت كلام حلو، اللي عايزة طول ما ماشي يقولها يا جميل انت يا حلو انت، يعني عارفة اللي هي عايزة تدلع طول الوقت، ودي الست الطبيعية اللي بتحب بقلبها. بصي انا بتهيالي ان الست المصريه في المطلق بتحب الكلام الحلو والدلع، بتحب المجاملات اللطيفه، بتحب الحنيه، بتحب العواطف، الى جانب رانيا بقى بتحب ده بزياده، يعني بحب ده بزياده، عاطفتي زياده، بحب دايما يبقى كلامي لطيف، لانه اتعلمت او بالسنس يمكن رباني انه الكلمه اللطيفه بتعمل بتدي دايما طاقه ايجابيه لطيفه. طبعا طبعا، ويمكن انا مع بناتي كمان اقرب من كده بكتير، يمكن انا مع بناتي بتكلم معاهم في كل المواضيع اللي ممكن تتخيليها واللي ما تتخيليهاش، لانه انا اتربى عندي احساس الخوف، يمكن ده اغلبيتنا انه احنا مجتمع ما ينفعش البنت تسال فيه وما ينفعش تتكلم في حاجات معينه، فاحنا اتربينا وطلعنا على الخوف ان انت ما تتكلميش ما تساليش ما تفهميش، هو كده وخلاص. فانا بعمل العكس تماما، بالعكس انا بخليهم يتكلموا ويسالوا ويتناقشوا ونناقش بعض، وكتير بيصلحوا لي مفاهيم انا اتربيت عليها غلط وكنت عايزه اعلمها لهم، اكتشفت ان هما اللي صح، لانه الغلط اللي انا اتربيت عليه انا دفعت ثمنه، دفعت ثمنه من خبره الحياه، دفعت ثمنه من وجع في قلبي، دفعت ثمنه من عمري، فاكتشفت ان هم لما بيبصوا للموضوع من زاويتهم هم كشباب صغير، انا بنوتي صغيره 17 وكبيره 20، اكتشفت ان هم عندهم وجهه نظر محترمه جدا، للاسف احنا ما تربيناش عليها، ان هم على الاقل يسالوا ويجادلوا ويناقشوا ويفهموا، وما فيش حاجة اسمها مسلم بيه، لازم تتناقش وتعرف ليه، ودلوقتي بقى عندهم الجهاز ده، تدخل لو انا قلت لها معلومة غلط، لان انا كانت كل تقريبا 90% من معلوماتي كلها غلط، لاني ما تربيتش مع الجهاز ده خالص، فهم يقولوا لا يا مامي انت غلط، لا ندخل نشوف ندخل نصلح، ما كانش عندنا الاوبشن ده خالص، فبالتالي كل اللي كانت امي بتقوله لي انا باخده مسلم بيه، نفس الحكاية ابويا، فانا متعودة دلوقتي مع بناتي ان احنا نتكلم في كل حاجة.